تبي اسلفك حبيبي؟ في رز في قمح على لحيتك. ما عنك واشكال. انا قلت الشيء اللي هو طايح عوارضه اللي هي لحيته. طيب ما قلت شيء انا. طيب انا قلت تبين اكرم لحيتك؟ تبين اكرم لحيتك؟ لا كل لحيتي انا مكرمهم عزه. طيب مكرم علمت مكرم اشكالك ما شغل الكلام ما له داعي. حبيت لا سمح ما اكرمك. حبيت القا كلام واضح. اكرم نفسك واكرمنا بسكاتك. اكرم لحيتك تعش. تبين اكرم لحيتك؟ مش لازم في حراء اكرام عازة ومكرمها. الا الا خلت يي لقيتكم ما تعرف اعلم حالة. ما حد سلم منك انت ايش بلاك؟ ما حد سلم منه الانسان هذا. هذا على نفسه والله العظيم. ها حالة في شانه. ما حد سلم مني في وش يا احمد الشمري؟ كل شيء في وش حدد. كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء ما حد كل شيء. تكلم عن نفسك. تكلم عن نفسك. لا لا تكلم عنك. حدد 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 يا الله حدد. تدري ان لوني مشاهد والله العظيم ان فيك ملامح من ملامح الهنود. طيب شيء جميل. الهنود من اجمل ما خلق ربي. نعم من اجمل ما خلق ربي. الهنود فيهم جمال معروف. عندهم جمال بالذات الفرقه دي. او ماي جاد ذل جمالك قام يفرق يا مال الفرقه صدق. عبد الحليم حافظ. لا بس بقول شغله. انت مو عبد الحليم حافظ. عبد الحليم راح يحفظ. او ثاني مره يضحكني عايض. ثاني مره يضحكني عايض زايد. ثاني مره بحياته عبد الحميد باللي ما يحفظ صدق. لا انت تذبب ما ضحك غلط ضحك هو بالموت ضحكنا. يا الله يا انها بتصير سفره بعد العيد. اي بعد العيد ثاني يوم العيد. وين تجي بيشه؟ تدري عاد عايض بس بعد رمضان. بس خلاص رمضان شعر. عايض تجي بيشه عايض زايد. تدري لو اني انا تدري يا عايض زايد ما بتشتاق يا عايض. يا علو ما اشتاق. وزين وزين شوق الحضيض اللي لا طلع هنا وربعه كلهم يحبونه. عاد انت مشكله ما حد يحبك. هذا مصيبه. والله اني صادق الله. لازم تاخذ مركز يا عايض. يعني مفشل انك ما انه طلعت من البرنامج ما حد يحبك وبنفس الوقت ما انت تاخذ مركز فشله. يعني خذ مركز وما حد يحبك. اللهم لك الحمد. اول كويتي يوصل النهائي. والله استاهل. هذه بحد ذاتها شهاده. والله هذا فوز. لكن بقول لك شغله. تدري لو انا مشاهد الصحيح الصحيح التلفزيون طلعت فجاه فيه يا بلد طير اغيرك بالريموت. شل الصحيح وش بالريموت اغيرك من يعني يا رجل ما دريت بك. انا لاني مشاهد وانت طلعت بالتلفزيون فجاه بالشاشه التلفزيون اغيرك بالريموت اعليك اوطي صوتك بكيفي كذا اهبل فيك. انا اللي اوطيك اعطيك هذيك الحمراء. انا اللي اوطيك يمين يسار صوتك اكسر اقول اكسر صوتك. صديق صديق الحمد لله ما انت على حجاير. كان خسر القناه قبلنا البزنس من يوم 20. ليه؟ تخسرنا حجاير. وشلون يعني؟ عشان افهم الذبح عشان فاصل اعلاني. مو زين واحد يسولف لكم انتم. مو زين واحد متحمل لكم يسولف لكم. سولف بس اعطنا مجال نستوعب سالفه بعدين السالفه الثانيه. انا اقول وش هو يا ماجد؟ رجع سالف. انا اقول يا طول عمر السلامه. عشان افهمك. يعني لو عايل زايد مر من الشاشه انت شو تسوي؟ وانت كذا طالع البتوز. انا اضغط ستارت اوقف الشاشه اتامل. خلقت رب خلقت ربي شلون خلقت يا اخي خادي خلقت الله والله صح. بس اذا مريت انت تقول عوده 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 اخويا عوذ بالله. والله اني كل حاله على الشاشه. والله اني شفت اعاده حلقه من حلقات. والله اني حالي الله معطينا الحلقه ان شاء الله معطينا الله قبول عجيب. ومش فهمت انا واضح اني خذيت راحتي. انا لا جيت على الشاشه يعطون الصوت اخر شيء فوق يعني يعلو المفروض لازم ما ياخذ راحته بزياده. قمت اقضم العظام هو المفروض هلا توني استوعب كاني بالصاله بديت. الله والله يا انا تمسك الراس ترم ورا. اكثر شيء سويته هني اني انسى اني حولي عيون ابغى. والله ما شاء الله عنده 50 عين والله هذا وانسى اكثر شيء طلع. وانا الله لا يزيد نهارا على اولتها حقت زرطاي طيب. والله ما اعرف. انا ايش بقول له؟ اصحى انجله اصحى انجله. عايض انت تروح الكويت عايض شيل صحنا وسفرتنا. عايض زايد انت تروح الكويت على طول ولا تقعد؟ لا انت شيل صحنك. عايض زايد اخر فرشه تشل الفرشه.
يا بن زايد هو يشيله هو متزهر مخلص. يلا بتشيل الصحن ولا الشفره؟ انا 20 كيلو وانا اخوك 20 كيلو ما عندي مشكله. حجر ورقم قص يلا لا ما اسوي اصبر يا حجر ورقم قص لا لا اصبر عيد مرتين مرتين يلا مرتين مرتين حجر ورقم قص لا تكفى لا مو كذا عدل واحد والله ايش اسوي اذا عيد عيد اخبر يا اخو ثلاث مرات حجر ورقم يلا يلا تعال والله العظيم اني فزت لا انا قلت فزت عرفت الحسبه براسي يلا يعني اللي شو اسمه يفوز يشيلهن ايه يلا اللي يفوز ما يشيل لا ايوه ايوه لا مو اشتغل معك لا والله تاخر والله انا تاخر والله انا تاخر يلا اجون غص اجون غص اجون غص واحد واحد والله ما احب صح يا احمد اجون غص اجون غص اجون غص لا لا قد باج لا قد باج قبل اي اوكي ثلاث مرات يلا 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 الفايق لا 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 والله ما يدخل والله ما يدخل والله ما يدخل والله ما يدخل والله لا 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 والله لا 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 قلت لا لا بس ما يدخل طيب ما اكذب على هذه بالحلال والله اني وقفت اكذب على اثنين اثنين سالفه واحد اثنين طيب يلا 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 اصبر دقيقه يا ريت صح شو شلون والله اصبر يلا ادي واحد اثنين واحد اثنين ظاهر لا 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 والله العظيم لا لا ورق ورق عقيل يا شيخ والله منك والله تشيله والله اجيبك من اذنك من الغرفه والله من اذنك اجيبك من الغرفه يا بلوتو صدق ولا نعم يا خلقت الله عادي شيء كذا خلقت بروح اجيب اجيك خلقت الله خلقت الله احمد ايوه يلا قوم شيل خلاص اسمع يا اخي انا فزت عليكم اثنينكم يعني مو منطق ترى لا ما اجين شيل ذي والله اني فزت عليكم مرتين يا الربع لا تاخرت ترك والله ما تاخرت يلا واحد واحد اثنين واحد لا يا اخي خلاص يلا باقي يلا يلا لا تاخرت والله والله تاخرت والله يلا اجين انت تاخرت وشوف شوف الله يطعني يا الله يطعني يا الله ما يطق معاه صح لا والله كذا يا حبيبي انت تلعب على نفسك انت بالضبط منو علينا ولا انا والله ما هو قصدي شيء يلا انقلع يلا شنو اللي شيء لا لا ترى الحين صار تعادل مش شوي فزت عليك باللعبه كامله الحين اخر مره دقيقه 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 والله معدل يا بيض وجهك بيض وجهك خل ذاك ها بيض الله وجهك بيض الشحم هذه ورده ازعل عليك ما زعلت عليك ما بس عاد ارتاح لدرجه انه دخل معاه والبليه جواله حدياني من اللي جلمها رجع ولا نعم عايض الزايد الله لا يوفق عدوك والله عدوك ما له دخل تكفى بابا طابق لا تحط عليه تكفى بابا تكفى لا تحط عليه تكفى انا خيتك يا بابا تكفى تكفى عشان يعرف شلون الواحد يتحدث مع الكاميرا عشان يعرف شلون الواحد يتكلم مع جمهوره بشكل مباشر يعني ما يتكلم مع ويخاطب الكاميرا عشان يعرف عشان يعيش واقعيته لا تحط عليه لو تحط على جبل طويق لا تحط عليه راح يبيجي تبي هدية تبي هدية يا بابا ما أعطاك وجه ما أعطى وجه يا بابا أشو ماني حمد بابا تبي هدية أشو ماني حمد خلاص يا بابا عطوا عطوا خلاص خلاص يا بابا عطوا عطوا حط حط عليه يا بابا منيب معاذ اخو العيال اباض انا استحيت قام عطاني صدى يا ولد استحيت على وجهي احس اني ولد خلاص طيب دقيقه اباضه
هديه يا عيال ختاميه. انا خلاص بطلع الحين، انا طفشان وانا ما احب مراحل الوداع دي، ما دنيها، اكره ما اشوف. انا انسان اكره ما اشوف الوداع وماجد، الاثنين ذولا اذا شفتهم اكرههم. يا اباضه اكره الوداع واكره ماجد. ماجد 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 اصلا انسان ما حد يحبه ولا كلهم يحبون ولا شيء. فثيث يا اباضه، اباضه تعال، اباضه بابا كلمة. شوف كلمة. انا علمتك ترى خلاص اكره فيه موجود. اكره اثنين عيال بيش. ايش عبد الله؟ عبد الله عبد الله من عبد الله؟ انت ضيع اسمه بعد. عبد الله عبد الله الرجال اسمه اللي ثلاث سنوات اباضه وتقول عبد الله. الله يعينك يا ابو زعل يا عم منيب. لقيت اسم، لقيت اسم لاباضه جديد. باض باض لا لا خله 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 مضبوط. اسمع لقيت اسم جديد لاباضه. ابو خلخول ولد. لقيت اسم جديد لاباضه. ايش هو؟ والله لقيت اسم جديد. ايش هو؟ شارع شارع شعبه. لا لا مناحي. يا مناحي مناحي يا عباد. انا ادري انك تشوفني وانا اشوفك، والله اني ادري انك انت عندك 50 عين هنا في الهنجر. خل خل هدأ بهديها. هذه برود تهديها يا دقيقه. انا ادري اني باضي عين فيه. انا ادري يا معاذ، انا ادري اني باضي عين فيه لان له 50 عين في القناه في الهنجر، وهذا اخر يوم اوقف هنا. ايام يمكن يجي متسابق من سكريبت. شوف يمكن يجي متسابق من سكريبت يوقف هنا. إذا وقفنا إياه إباضة يمكن ما يحط عليها كاميرا. بس شوف يا إباضة مقدمين لك هدية أنا وماجد. هذه هي تصملة بتروح العالم كلهم آخر مرة. إباضة تصير علينا في بيشة تكفى. يعطيك كتركتين تمر ومنيب له من عندي. أعطيه برسيم ورادة أسلب له إن كان عنده إبل. أو قدنك والله ندنك والله ندنك. حي والله حيلك. كفى يا إباضة والله زعل. قاعد عين في السماء. لا عاد بعقبله. قاعد عين في السماء كانك ما تدري بيرجع. خليه خله خله يرجع اصلا. معاذ اسمع اندس 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 انت. خلاص يا عيال اخر يوم يا رجال. يبقى انا عندي سؤال، منين متزوج؟ عبد الله شارينها من موقع حراج. مريض انت؟ من هم؟ عبد الله ولد مني موقع حرق ماخذه مريض. منين بتزوج؟ بس منين متزوج؟ متزوج اربع. ايه ولا يبي يعلم عبد الله. والله لا افضحك يا منيب، والله لا افضحك يا منيب. يا بضبط مضبوط. شوف شوف اخر مره مع دي ماجد. لا لا خل خل شوف يا بضبوط تعال 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 ابغاك كلمه راس دنك. هات عينك. والله والله انا زعلان، والله انا زعلان. لا يا بضبوط والله انا زعلان عشان نبره اخر يوم زعلان فيه. يا بضبوط خلاص اباضه ما تزعل. اني كنت شخص ترك اثر وترك بصمه طيبه ومر ولا ضر. والله ان هذا الشيء اللي اتمناه، والله يرزقنا محبه، الله يرزقنا محبه ومحبه خلقه فينا يا الله يا رب العالمين. والله ما جينا هنا أتكلم عن نفسي يا معاذ، ما جيت هنا إلا أني أقدم كل شيء يرضي الله سبحانه ويرضي ربعي ويرضي الجمهور، ويصيرون يعني يتأثرون فينا ونأثر فيهم ويحبوننا. أتمنى أني وصلت لهذه المرحلة، لأن فعلا أنا بدونكم ولا شيء. أسعدتوني ووقفتكم معي ما راح تنسى، وإن شاء الله اللي ما تنام عينه يا رب العالمين أنها تكتمل هذه الفرحة بكرة، فرحة المركز وفرحتنا أنا وأخواني. ويشهد الله أنها تعجز الحروف والمعاني والكلمات والسطور والأحرف والنقاط وجميع مفاهيم اللغة العربية. في شكرهم من ساندونا ووقفوا معنا وتابعونا وتركوا من وقتهم شيء كبير، للأمانة شيء عظيم وشيء يفتخر فيه. وأنا أحبكم وأغليكم جدا. حزن
تعال تعال او جلتك والله اني تعبان بطني بطني يا رجل معلش تحمس شعر شعر اول ما تزوج اول اسبوع على طول راح للدوام وابطى في الدوام 3 شهور حلو عقب ما رجع باقي مستحي من الشيبان وباقي ورجع في الليل امي اشتاق لها له حتى ما جلس معهم يبغى يجلس يسولف وقيس دق عليها يباضة انت متزوج كذا ولا عن حب ولا عن حب ولا زواج دق باضة بنساله دق باضة ما يدوني دق رجع امرته ما ردت طرح ورقه في الدريشه وراح في الدريشه وراح عامر راح شبك الغنم وقال تعالينا شبك الغنم قرأت الرساله يوم راحت شبك الغنم وهي تسيب ما يشوفون غدره الا وشافته هذه سالفه والله ويسلم عليها وتسلم عليه شوي الا وهي على الا هو على راسه طايح شوي هي تجي تبدا تزعل الا هو زاد طايح في الجدار الزبده طلع ايش صدامهم التيس حق الغنم ايش قصدك وش قصدك؟ وضبطهم؟ ايش قصدك؟ شافوهم كلهم اللي ما كانوا يبغون ايش قصدك يوم قلت والله انا احلى بس انت واحد انت ايش قصدك؟ يوم قلت ايش قصدك؟ في ما فيها غلط والله اني صوت بجيب وجهك بجيب والله بجيب اخر قلبه قلبه لا لا ماني مشاهد لا انا اخذ ما اخذ عاد على نفسي على بابا بابا تعال صار عاد على شوف الكاميرا حطه في عيونك شوف الكاميرا يلا يا بابا خصم سجل يا يمه ما لي ذنب يمه يمه والله ما لي ذنب تعال انا يمه يمه خصم لا خصم عندي عندي اباضه دب الخصم تكفى عشان اخر يوم ساعات ورمضان جاي انا في وجهي اخصم منه عندك عروض اصبر ابي اخصم منه تعال انت مسوي طلع منها ها يا عيال هات 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 ما في ذمه ولا امي اجد 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 انا ما قال عامر عاركني يلا هو تمر بسم الله الرحمن الرحيم ايش معي رايجي في اعلان تمام اعلان 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 يقول لا 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 حمود 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 يا عامر طالب خلنا نجي صخري قلت طيب نعيش نقاش لا نقاش نقاش فيها نقاش نبي يا راي المنزه يا عيش ابو ناصر بسم الله النابي خاطري واحد بزنس والله النابي خاطري لا يا ابو ناصر لا تجبر واحد واحد مو بهني والله ابابا تكفى ابابا ابابا شق ليله الوداع شق ايش اسمه؟ ابن ابكي بول تكفى والله لا لا ابكي بول كأنه بيطيح كأنه بيطيح او شيء الله لا مناصر بيطيح مناصر والله بيمك مناصر ومناصر حمله 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 انت حمله انا اعرف 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 كامل كامل يا بقى الا لعب حمله 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 كلكم لعيبه بينفك بينفك شوف 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 بينكسر بينكسر والله والله حول عبود حول الثوب اندمر اوه ينفك والله اني بنفك في ذمتك تكوى حولني 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 نزلني افتحتك هذا انتبه ايوه كسر له شيء على الطاير لا لا كسرته انتبه لابو ناصر انتبه له تعال تعال اليوم بيخرب لا لا انتبه لابو ناصر ولد لا ينكسر ايوه ماتت لا 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 يقول لك انزل يقول لك انزل ارفعه ارفعه او كنزل حافظ لا من عنده هو يقول عيني اتركه لا خربت ال حق المايك حق المايك بس عجل حق اللاقط حق لاقط المايك خلي خلي عبود لا ذي هستيريا ذي انتبه ترى ينهد انتبه ضعيف محمد ناصر ذاك ضعيف تخيل اطيح
لا ما الجودة يا صاحبي. لا لا يا رحمة، تعال تعال. إيه اتكلم عنها، بس قبل ما اتكلم عنها انا عندي كيس معدنيات من بدايه البرنامج ما سويت فيه لان شيء عندي هناك. خلها في الدوادمي. لا لا صورتها في السناب قالوا ميدي متابعيني في الدوادمي. والله في الدوادمي. والله ما ادري ترى بجيبه. يلا يلا رايح خلاص. يلا ايوه تعال 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 يا عيال تعال شوف شوف هذه يا طال عمر مثل ما انتم خابرين شجره الصنوبر جاتني بيض الله وجه اللي جابها. حتى شجرة حتى الشجرة ذبلت. عاشت معنا حياة جميلة والحين والحين ذبلت مثل ما تشوفون. أنا بمناسبة ذبولها وآخر ليلة تجمعنا ذبولها خلونا نبي نودعها ونقول شجرة الصنوبر لا تذبلين. لا تودعني وأنا ماني بطيب خليني لنا دعافة وانت وادع. لا تودعني وانا ماني بطيب جاي شارك هذا الكيس. وانت وادع لا تودعني وانا ماني بطيب. ولا جاي تكفى شني يا عم ورجعني. والله ما اقدر والله والله عظامي عظامي. يلا شجره البن شجره البن شجره البن ما جعلت الان صامده لن تموت بل سقطت شجره الصنوبر. انظر لذلك. ها انظر ها انظر انظر ذلك. يل يا عظامه يا عظامه الى اللقاء. لا 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 حمود حمود احس العامل باب ايه احس اني كمان ليش شال مرسله داينه زعل تقعدك تراني خلنا نعقل ها اشيلك شيلني العامل لا 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 اصبر انقز مو مضارب اصبر اصبر ايوه ايوه ضرب الحين ضرب الحين يا ولد يا ولد هذا طيحني. انت صاحي جلس انت صاحي تاكد بناصر والله والله لا ضرب عندك الحين. طيب اسحب يلا. لا لا اليد اليوم ما بكفته. طيب اخ يا محمد ناصر محمد ناصر المايك شله شله ترى بطيح نزاك الطيحه شله والله بطيح نزاك الطيحه ابو ناصر ولد حبيبي يحسب نفسه صغير وزنك 700 تعال تعال همته قبل المايك طاح. وشو وشو لا 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 تليفونك جوالك تليفونك جوال ابو سلطان الدوسري ابو سلطان الدوسري ابو تليفون المايك 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 ابك المايك الله يخفي فمك. ايش بلا طاح 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 هذا علي بنغير يا محمد دقيقه ابو قصر يا محمد على المجموعه اليمينيه. انا من ضمنهم. ايه المجموعه هذه كلهم. قبل الموضوع قبل يلا فكنا من ذا يا عبد. شوف ادخلوا يبغى يبغى سير يلا سامي سامي هذا كم السهل يا ولد سامي طيب اللي شبعه ورز ورا ما شلته ذا يا ولد من هو خذيت؟ انا خليت اصحى عبد الكندري والله ما تحط ايدك فيها 102 يوم الواحد ياكل ويقوم. الله يسامح مجموعه تدخل ومجموعه بهانه بقعد اجيك ايش تبغى؟
ولد خليه يشيل الرز اخر اثنين اخر اثنين يلا شيل رتبه رتبه رحت ارجع اسندها عبود هذه وراهم انبره مع الدمو يا اخو احنا عندنا ختاميه هذا بالمخاد هذا ما هو ختاميه هذا خريط هذا الشجره ذي وين كان مكانها يا رجل ما ادري ودها اسحبها اسحبها هناك اسحبها يا ماجي اسحبها وليد من اخلص بخلص منك بلف بني وش نظره هني نحطه بني بني اتكلم كل واحد يتكلم له كلمه هني والله انت افهم يا عايد ها انا انت 102 ما فهمت وليد يا شباب اللي بنروحوا ما بقدر